أفادت مصادر بمقتل مسؤول التجنيد لحركة حماس بانفجار في مخيم برج الشمالي بمدينة صور جنوب لبنان. يذكر أن انفجارا ضخما وقع في مستودع للذخيرة والأسلحة تابع لحماس بمخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. بعد اجتماعات مع نظرائها من دول مجموعة السبع، حذرت وزيرة الخارجية الأمريكية أنالينا بيربوك من أن الوقت ينفد أمام إيجاد سبيل لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى العالمية وإيران. وقالت بيربوك إن الوقت ينفد، مضيفة ظهر في الأيام الماضية أننا لا نحرز أي تقدم.